ذهبنا يا شيخ من مكة من جدة إلى الطائف لزيارة أحد الأقارب، وفي أثناء ذهابنا مررنا على مكة، وفي نيتنا الرجوع أن نأخذ عمرة. وفي أثناء رجوعنا من الطائف إلى مكة مررنا بالميقات وأحرمنا. للسيل. نعم، نعم، فهل عمرتنا إن شاء الله صحيحة؟ هل علينا فيها شيء؟ إذا مر الإنسان بالميقات نعم وهو لا يريد العمرة، نعم يريد الطائف مثلا، ودخل مكة وخرج إلى الطائف، ومن نيته أنه يأتي بالعمرة بالرجوع من الطائف، فلا حرج عليه، يحرم من السيل ولا عمرة تامة.